صباح اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن التليفونين الجديد نزلوا من شركه ريلمي. عندنا ريلمي 9 9 برو وريلمي 9 9 برو بلس. اثنيناتهم عندهم مميزات كثير حلوه، خاصه انه الغطاء اللي موجود عليه للتليفون من ورا على البرو بلس بيقدر يغير الوانه لما بنكونوا حاطينه بالشمس. ومش بس هيك، الايمج سنسور الموجوده هون الاي ام اكس 766 حاطينه بتليفونات هيدا خاصه الميد رينجر، اول مره بنشوفه هونيك. يلا شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك. خلينا نتحدث عن كل الامكانيات والمميزات الحلوه على الريلمي 9 برو وال9 برو بلس. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. اوكي، هدول هن كل الاغراض الموجودين بقلب العلبه. مثل ما عم نشوف اثنيناتهم بيجيوا معهم شارجرات اثنيناتهم. هلا الريلمي ال9 برو بلس بيجينا شارجر 60 واط، نقدر نشارج البطاريه ل 4500 ملي امبير. عندنا الغطاء مثل هون ورا عم بتشوفوه بيعمل عليه مثل شوي هيك بيتغير الوانه بالشمس. عندنا اليو اس بي سي لليو اس بي ايش الشريط لنقدر نشارجه ونحول معلومات منه، كمان نفس الشيء هون. والشارجر تبع البرو نفس الشيء، هذا 33 واط، البطاريه الموجوده فيه 5000 ملي امبير. والحاسوب الفرق بين اثنيناتهم انه هون يعني هون حيكون عندنا الدمنسيتي 920 عليه للبرو بلس، وعندنا السناب دراجون 695. اثنيناتهم عندهم 5 جي على التليفونات هذا، بدنا نشوفوا اذا بيمشي عندكم 5 جي، بس على القليله هدول معمولين يمشوا بالدول الاوروبيه، هذا جلوبال لانش. هلا بقفل علبه عندنا شويه معلومات لازم نشوفهم. على القليله على البرو بلس بنعرف انه عندنا السنسور الاي ام اكس 766، عندنا او اي اس، الدمنسيتي 920 مثل ما خبرتكم مع 5 جي، عندنا 90 هرتز 1080 بي بانلز موجود هون، و60 واط سوبر دارت شارجر موجود بقلب العلبه. هلا ريلمي 9 برو عندنا السناب دراجون 695 هذا كمان 5 جي، 120 هرتز بنطلع شوي اكثر عليه هون، و64 الميجا بكسل تكون الكاميرا الاساسيه. 5000 حتكون البطاريه الموجوده عليه للريلمي برو ال9 برو، البرو بلس عنده 4500. هلا رغم ان اثنيناتهم بيكون شكلهم قريب كثير من بعض، في فرق بيناتهم. الكاميرات الموجوده ورا منهم نفس الشيء. الكاميرا الاساسيه الموجوده هون على البرو بلس 50 ميجا بكسل، هيدي الاي ام اكس 766، عندنا 8 ميجا بكسل للالترا وايد و2 ميجا بكسل للدبث، معناته عندنا كاميرتين مزبوطين. نقدر نصور 4K 30 فريمز بير سكند، 16 ميجا بكسل موجوده لقدام نقدر نصور فيها 1080 بي، وهيدي بتكون شوي وايد حتى نقدر نشوف فيها احسن. على اليمين عندنا الكاميرا الأساسية 64 ميجا بكسل، بس الكاميرا الثانية كمان 8 ميجا بكسل للألترا وايد و2 ميجا بكسل للدبث سنسور، نفس الشيء الألترا وايد والعادية. هون بنقدر نسجل 1080 بي أحسن شيء موجود ورا، والكاميرا الموجودة قدام 16 ميجا بكسل نفس الشيء نقدر نسجل أحسن شيء 1080 بي موجودين هون اثنيناتهم. غير هيك كمان إنه حجم البطارية مثل ما قلت لكم 5000 على البرو، 4500 على البرو بلس، نقدر نشارجها بال 60 واط موجود هون على بدل ما نستعمل هون على 33 واط الموجودين هونيك. هلا اذا قلبنا التليفون على اليمين بنلاحظ انه البرو عندنا هون الفينجر برنت سنسور نفس الشيء بنفس بالوقت على الباور بوتن، يعني اذا بنكبسه بنقدر ندور الشاشه ونطفيها. على الشمال بس الباور بوتن، ليه؟ لانه الفينجر برنت سنسور موجود بقلب الشاشه، هذه شغله مهمه لنعرفها. على الشمال اذا بنطلع عندنا الفوليوم روكر الدول سيم كارد والاس دي كارد لنقدر نزيد الذاكرة عليه للتليفون. لتحت عندنا موجود اثنيناتهم، عندنا الهيدفون جاك، اليو اس بي سي، ميكروفون وسماعه موجوده لتحت. على البرو بلس عندنا السماعه من فوق بتعطينا كمان ستيريو سبيكر، على البرو ما عندنا ستيريو سبيكر. بس اذا بنفتح هون نشوف الشاشه، خلينا نعمل انلوك. الشغله اللي لازم نعرفها انه الشاشه الموجوده على البرو بلس 6.34 انش 90 هرتز سوبر اموليد على 1080 بي. على اليمين عندنا 6.6 انش 1080 بي اموليد كمان نفس الشيء، بس الريفرش تبعها بيكون 120 هرتز، هذا شو احسن شوي عن الموجود هونيك. الحاسوب هون الكوالكوم 695 على بدل ما يكون على الدمنسيتي 929. هلا اثنيناتهم حاسوبين كثير منيح، بس خلينا نفتح لكم هون الجيك بنش حتى تعرفوا الفرق شوي بين قوه الحاسوبين الموجودين هون. على الشمال عندنا ال 920 موجود 816 بدل ما يكون عندنا 693، الفرق منه كثير كبير بس تقريبا شي 100 وشوي على الفرق على قوه الكمبيوتيشن الموجوده فيهم لاثنيناتهم الحاسوبين. هلا اثنيناتهم عندهم موجودين عم نستعمل الريلمي يو اي 3 موجود عليه للسيستم. خلينا ننزل لهون نفتح لتحت نجي على الاباوت ريلمي يو اي 3، اثنيناتهم موجودين على الاندرويد 12، هيدي كثير كثير منيحه وتليفونات جديده منزلتها خلق شركه ريلمي موجود عليها الاندرويد 12. عندنا 8 جيجا بايتس للرام وعندنا 128 للذاكره موجود بقلبه، فينا نزيد عليها كمان بالميموري كارد. اذا بدنا نعمل الرام زياده بالبيج فايل سيستم فينا نزيد 5 جيجا بايت من الذاكره موجود عليه للتليفون لنستعمل عليها للرام، هذه شغلة مهمة لنعرفها. غير هيك إذا بدنا نشوف إذا في تجديدات عليها بنكبس عليها هون، أنا زبطت عليهم، إجا لي اثنين تجديدين على كل واحد منهم من لما يجوني التليفونات، على القليلة عم بيجبطوهم ويخلوني ماشيين مضبوط لإلنا.
السيستم الموجود هون مثل ما خبرتكم Realme UI 3 عن الWi-Fi Customization. الشغلة اللي عجبتني فيه كتير منيح خاصة هون صار فينا نعمل Customization للWallpaper تبعنا، وهيدي خصوصيا بالألوان. مثلا إذا غيرنا الWallpaper حطينا واحد شيء جديد بس بدنا نغير الألوان، هدول الأكسنت كولرز اللي موجودين عليه للتليفون تبعنا فينا نعمل نفس الشيء، بنختار النقط المطرح ما هني موجودين هون، بنقدر نعمل له كاستمايزيشن والسبيسيال اللي نحن بدنا اياه ونغير الالوان، يا اما فينا ناخذه من المصدر اللي هني بيعطونا اياه، ولا حتى نحن نختار الخط اللون المضبوط لوحده. هيدي شيء كثير مهمه. في شغله كمان نقدر نشوفها انه بالكاستمايزيشن مختلفه عن البرو والبرو بلس. نشوف هون على اليمين عندنا الكارل لاثنيناتهم اللي هلا شفناها، الفونت والديسبلاي سايز اللي شفناه من قبل، عندنا الاولويز اون ديسبلاي على البرو بلس بس ما عندنا اياه على البرو، في فرق شوي بيناتهم. غير هيك الفينجربرنت انيميشن، لانه هذا الفينجربرنت سنسر موجود بقلب الشاشه، صار عندنا هالاختيار. هون الفينجربرنت موجود بقلب الباور باتن، معناته ما حنقدر نغير الالوان، هون فينا نغير ونعمل عده كاستمايزيشن منيحه كتير. والادج لايتنج موجوده هون، وانا بعتقد كمان موجوده على البرو بلس البرو، بس ما بنقدر نغير للكاستمايزيشن عشان هيك ما بنقدر نشوفها. سو هدول شغلات بيختلفوا بينهم اثنيناتهم. تحت الساوند والفايبريشن كمان في فرق ثاني، بنلاحظ انه هون على البرو بلس عندنا دولبي اتموس للكاستمايزيشن للاي كيو، هون عندنا ريل ساوند تكنولوجي، اختياراتهم مختلفه شوي بيناتهم للتليفونين. سو على اللي بتعرفوا اذا بدكم الصوت معجبين بالدولبي لازم تجوا لهون على هالتليفون. تحت الديسبلاي البرايتنس فينا نختار عده قوه الدارك مود الموجوده هون مثل ما عاده موجودين عندنا، واذا بننزل لتحت بنشوف انه الريفرش ريت نقدر نختار عده اختيارات. في عندنا الاوتو سيلكت اللي بيقدر يغير لنا الريفرش ريت عبر اختيارنا للتطبيق اللي نحن عم نستعمله، بس بنعرف انه هون احسن شيء بيجي 90 هرتز على البرو بلس و120 على البرو. سو اذا كنتوا تلعبوا اكثر بدكم هاي ريفرش ريت، البرو حيكون احسن لكم شوي. هذا شغله بدنا نلاحظها وبنقدر نظبطها. بعدين كمان اذا نزلنا لتحت البطاريه في عندنا اختيار زياده لنقدر ندور الادفانسد مود عليه للتليفون، هيدا بيخلينا ندور قوه التليفون على القوه الكامله. هلا موجود هو على سمارت بيرفورمانس، معناته السيستم بيعرف امتين يدور لنا اياه على القوه قوه، ولا بينزل لنا اياه على نو بيرفورمانس امبروفمنت، معناته بيعطينا بس السيستم العادي ويوفر لنا شوي البطاريه. اذا بدكم تعرفوها مزبوط رجعوا بس على تحت البطاريه وبتفتشوا عليها وبتشوفوا مزبوط وين هي موجوده. هذه شغله كثير مهمه على اللي بتعرفوها كيف تقدروا تعملوها. بعدين كل هالشغلات بتشوفوا نفس الشيء سيستم كله. تحت سبيشال فيتشر شغلات عندنا كمان موجوده، موجود عندنا اختيار واحد زياده عن الموجود عندنا هون. عندنا الفلكسيبل ويندو، هذا اللي بيخلينا نفتح الاختيار التطبيق، مثلا هون بنفتح الماي فايلز نقدر نفتحه بيمشي مزبوط هيك بنقدر نستعمله، بنعمل له الاوبن ويندو بيشتغل عليهم اثنيناتهم. عندنا الكويك لانش هذه موجوده بس عليهم هون نقدر ندورها، هذه موجوده بسبب البصمه الموجوده بقلب الشاشه. اذا بنضلنا كابسين عليها ثانيه زياده، خلينا نطفي الشاشه هلا بدوركم اياها، اذا ضليتي كابسها بنقدر يفتح لنا هالاختيارات اثنين ولا ثلاثه، وفينا نعمل لنا اختيار بنزيح اصبعنا عليه بنقدر نعمل لانش، هذه بتساعدنا نفتح التطبيق اسرع. اثنيناتهم عندهم كيت سبيس وعندهم السيمبل مود، اثنيناتهم بيمشوا مزبوط حلو. اخر شيء بدي افرجيكم تحت على اخر شيء موجود عندنا الريلمي لابز، هدول الاختبارات اللي هن عم بيعملوهم بقلبهم جديده. عندنا الدول مود اوريو بيساعدنا نقدر نستعمل سماعتين بلوتوث بنفس الوقت على كل تليفون. الدي سي ديمن بس موجوده هون لانه على التليفون انه عندنا اياه موجود. وعندنا كمان سليب كابسول بتقدر تساعدنا انه نقدر نريح اعصابنا، نطفي كل اي نوتيفيكيشن من التليفون لمده توقيت، معناته يو سليبت ايرلي 0 دايز ا مانث، تقدروا تشوفوها مزبوط حتى تقدروا تريحوا حالكم وما ما يزعجكم شيء بالليل انتم نايمين. اخر شيء عندنا هون البرو بلس عنده لانه البسمه بنقدر نعمل الهارت ريت مونيتورينج، فينا نحط اصبعنا عليها الفينجر برنت سنسور وبتقدر تقرا قوه النبض تبعنا على نبض القلب. انا عملتها مرتين كمان هون بتقدروا تشوفوها، بتقدروا تعملوا اختيارات كمان وتظبطوا كل شيء. فهذا عجبني كثير كيف في لهالسيستم وكثير حلو. على الشمال عندنا الجوجل فيد مثل العاده، على اليمين بنقدر نشوف كل التطبيقات الثانيه اللي منزلينها، مثل ما ملاحظين انا منزلت بب جي وبنتحدث هلا كمان بعد التطبيقات الثانيه. هلا خلينا نبلش نتفرج على الكاميرات الموجوده هون لانه بعتقد هدول كثير ناس مهم مهتمين فيها الاختيار. الشغله الوحيده مثل خبركم احسن كاميرا موجوده عليها التليفون ال 50 ميجا بكسل موجوده لورا، هذا الاي ام اكس 766. هلا السبب اللي عم ضلني اقول اسمه للسنسور هذا لانه هذا السنسور احسن كاميرا موجوده عليها التليفون، حاطيكم احسن شيء ال 4K 30 واحسن صور بتجي منه لهالتليفون. هون 64 ميجا بكسل موجوده لورا، 1080 بي من قدام ومن ورا، هذا بعتقد بسبب الاختيار الحاسوب الموجود هون 695 من كوالكوم. عندنا فيديو، عندنا ستريت مود، هيدي الشغله الجديده اللي بدي افرجيكم يعني كثير كثير حلوه. نحن عم ناخذ صور مثلا عم بتشوفوا هون بكبس الزر فيني غير هون اعمل عده شغلات لنعمل زوم، وبنقدر نقلب من اللمزات اللي بدنا اياها دغري كيف نقلب كل الشغلات وتظبطوا اللي بدكم اياه، ولما بتقيموا اصبعكم منها
تعطيكم الصوره مزبوط. الحلاوه في هذا الفيديو انه بتفرجيكم كمان كيف زبطت معي هون هذيك المره. مثل ما عم تشوفوا هون بالفيديو انا هلا سجلتها لما كنت عم بعملها، نقدر نغير الفوكس ديستنس للفوق للشمال، الزوم ان اند اوت، نقدر نقلب من عده اللمزات اللي بدنا اياها ونظبط الصوره. الصفاره اللي شفتوه بالصوره هذا كان الفوكس بيكينج، نقدر تشوفها واخذت الصوره مزبوط. كتير كتير منيحه ومهضومه وبتمشي مزبوط علينا وبتساعدنا نقدر نستمتع بهذا التليفون اكثر بكثير. عندنا امكانيه ثانيه هونيك كمان مثل ما خبركم، الفوتوغرافي، بورتريت، الفول ميجا بيكسل، اثنيناتهم عندهم اياها نفس الشيء. خلينا نرجع شوي لهون شوي، بنقدر نعمل على 50 هون بدل ما نستعملها هونيك. وعندنا كمان البرو مود، البانوراما، الالترا ماكرو، بتستعمل الالترا وايد الموجوده هونيك لتعطيكم الماكرو. عندنا الموفي مود، سلو موشن، تايم لابس، الدول فيو ليعطينا الفيديو من قدام من ورا نفس الشيء، تكس سكانر، ستاري مود، اند اوف كورس اخر شيء عندنا التلت شيفت، بتقدر تعملنا الاختيار لنعمل هيك صور معجبه شوي كمان حلوه بتمشي مزبوط لنا. هلا خليني اعطيكم مصدر هلا عن الفيديو من قدام ومن ورا عن التليفونين ال9 برو وال9 برو بلس. هلا بنستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده هون على الريلمي 9 برو، هيدا هون بتعطينا 1080 بي. هلا الحلاوه فيه لهالتليفون انه هيدا حيكون احسن شيء موجود عليه للتليفون كله، موجود من ورا من قدام، بالسعر تبعه مثل ما شفنا حيكون كتير كتير منيح، وعلى القليل بنقدر نشوف المصدر هذا كيف الصوت والصوره من الكاميرا الموجوده قدام. هلا خلينا نقلب على الكاميرا الموجوده ورا كمان 1080 بي على الريلمي 9 برو. مثل ما قلت لكم الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا كمان نفس الشيء 1080 بي، هيدي بتكون احسن شيء نقدر نعمله من السناب دراجون 600 سيريز الموجود عليه هون التليفون. ان شاء الله يكون عجبكم الصوت والصوره من الريلمي 9 برو. هنبلش باول شيء مع الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام هون على الرينو 9 برو، سوري. هنبلش اول شيء على الكاميرا الاساسيه الموجوده هون على الريلمي 9 برو بلس. هون بنقدر نعمل 1080 بي موجود من الكاميرا الاساسيه القداميه، والكاميرا الورانيه بتقدر توصلنا لل 4K 30 فريمز بير سكند. ان شاء الله تكون عجبتكم هالمسطره، خلينا نقلب على الكاميرا الموجوده ورا. هلا صرنا عم نستعمل ال 4K 30 فريمز بير سكند موجوده على الكاميرا الموجوده ورا هون، هيدي حتكون احسن كواليتي تاعته للفيديو موجود عليه لهالتليفون. التليفون عليه الدمنسيتي 1200، ومثل ما قلت لكم حيكون احسن شيء موجود عليه الكاميرا الاساسيه الورانيه. ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. ومثل ما شفتوا اثنيناتهم بيعطوكم خبره حلوه كتير. هلا خلينا نعمل هلا مثل ما بنعمل عاده، بنلعب الاغنيه تاعت الالكس كريندو من جامبو ان سي اس ريليس. حنعملها اول شيء على البرو بلس، حاطط الفوليوم هون لل 100%، نقدر نشوف الماشي المضبوط، ومش هيك بعدين نقلب لهونيك. ما تنسوا سماعات ستيريو على البرو بلس، سماعه مونو موجوده عليها للبرو. سو اول شيء هون السماعات بيمشوا مزبوط، الصوت عالي وكتير منيح، وخاصة لما بنمسك التليفون هيك على اليمين والشمال الصوت بيجي وبيضرب على ايدنا وبيجي عنا اعلى شوي كمان. هلا خلينا نوطي الصوت هون لانه بدنا نقلب بعد شوي عن الالعاب. خلينا نقلب هون على البرو بلس، خلينا نقلب هلا على البرو. نفس الشيء نفس الغنية، حنعمل فول سكرين ونبلش من هون. في فرق بيناتهم اثنيناتهم، السماعة ما بتوصل لنفس المستوى، الفوليوم تبعها ما بيطلع نفس الشيء، ومش بس هيك، بسبب انه ما عندنا السماعة عليه موجود عليه ستيريو هيأثر علينا، بس بدي اياكم تعرفوا مظبوط، اثنيناتهم عندهم نفس القوة عليها لسماعة الهيدفون جاك موجودة تحت، إذا حتستعملوا الشريط ما حيكون عندكم أي إشكال، اثنيناتهم حيلعبوا نفس الشيء، بس إذا بدكم تستعملوه وعم تستعملوا سبيكرز، لازم تعرفوا إنه البرو بلس سماعاته أحسن، رغم إنه الشاشة أصغر شوي، بس سماعاته أحسن من اللي عم نشوفه على البرو الموجودة هون. خليني افرجيكم هلا شوي عشان اللعبه الموجوده، انا نزلت الجيم توربو، بس عندنا هون السيستم تبعهم، انا نزلت ببجي عليه لهالتليفون، اثنيناتهم بيمشوا نفس الشيء، الاختيار تبعهم اثنيناتهم حيمشي منيح خاصه بلعبه ببجي. عندنا الجيم سيستم موجود هون، بنقلبه من على الشمال بنفتحه بنشوف الاختيار الموجود عندنا، عندنا البرفورمانس مود، يا اما عندنا البالانس يا اما اللو باور مود، عاده بحطه على البرفورمانس. عندنا الجيم فوكس مود فينا نظبط عليها، ونوتيفيكيشن بلوك. اخر شيء كمان فينا نشوف سيستم ستاتس هون، بتعطينا الاختيارات لنشوف شو هو الفريم ريت، الجي بي يو والسي بي يو، حتشوفوه بالفيديو اللي هلا حفرجيكم اياه بعد شوي. عندنا كمان نقدر نسجل الفيديو عليه للشاشه الموجود لهونيك، خلينا ننزل الصوت. واخر شيء خلينا نفتحها هون، الله يخليكم، هون نعمل اديت التاتش اوبتمايزيشن، الجيم فلترز، والجيم سكرين ريكورد مثل ما قلت لكم، واورينتيشن لوك اذا في عندكم اي اختيار ومتشكين من الموضوع. اذا بنفوت على السيتنجز هون على اثنيناتهم بيكون نفس الشيء، نعمل سيتنجز ونفوت على جرافيكس،
هون فينا نشوف احسن اختيار حيكون عندنا ال HDR والالترا. اذا بدكم تعملوا احسن فريم ريت بدكم تنزلوا للسموث، ما بيمشي الا على السموث. اذا عملت على البالانس كله ما بيمشي، لازم سموث واكستريم، وبيجينا كلر فول بتقدروا تستعملوا. انا معجب كثير بال HDR والالترا لانه بيمشوا مزبوط لإلي، وانا افرجيكم هلا الفيديو بعد شوي انه لعبت مزبوط 40 فريمز بير سكند كل الوقت وفيري فيري ستيبل. خليني اعطيكم هلا مسطره عن اللعب هون عليه للتليفون ال 9 برو بلس. مثل ما لاحظتوا الفيديو حيكون كتير منيح، الجيمينج حيكون منيح عليه كتير، ومثل ما عم تشوفوا انه في فرق بيناتهم اثنيناتهم. اللمزة الموجودة الـ IMX766 بتعمل كتير فرق بيناتهم لهالتليفونات، خاصة اذا انت مهمين كتير انه بدكم احسن صورة تجيكم من هالتليفونات. السعر حيكون في فرق بيناتهم، وفي اختيار بيناتهم اثنيناتهم حيكون احسن من الثاني. مثلا البرو عنده البطارية اكبر، عنده شاشة احسن اكبر كمان وعليها 120 هرتز. البرو بلس الشاشة اصغر شوي، البطارية اصغر بس بشرج اسرع. سو في فرق، فهي بدكم تلاحظوا انه في فرق بيناتهم اثنيناتهم. بس خليني افرجيكم اول شيء، هلا حفرجيكم صور هلا من التليفون ال 9 برو. اول شيء حنبلش فيه من هونيك، رحت على نفس الجنينة اللي حفرجيتكم عليه الفيديو من قبل لما كنت عم بعملكم الفرونت فيسينج والباك فيسينج كاميرا موجودين هونيك. اهم شيء لازم نعرف انه الفرق بيناتهم هون حيكون كتير واضح لما تشوفوا الصور اللي جايه من البرو بلس. الاي ام اكس 766 اللمزه تاعتها هيدي بتكون كتير منيحه، بس لما يكون عندنا ضوء منيح ما في اشكال، اثنيناتهم الكاميرات بيمشوا مزبوط مثل ما عم تشوفوا، الزهور وكل هالشغلات مشيت ومزبوطه حلوه. وعندكم عده اختيارات مثل ما قلت لكم، الالترا وايد والمين سنسور اثنيناتهم منيح موجودين على التليفون من ورا. هلا خلينا نقلب على البرو بلس ومنبلش نشوف كيف الصور بيتحسنوا شوي اكثر، الكواليتي تاعيتهم، الالوان بتجي منهم كمان حلوه. ومش بس هيك، الاختيارات اللي نقدر نشوف نقدر نسجل 4K 30 فريمز بير سكند، هذه مهمه نعرفها لما يكون عم نفكر نجيب تليفون، خاصه اذا بدكم تدفعوا شوي زياده لتجيبوا واحد على ما تجيبوا الثاني. اخر شيء لما اقول لكم صراحه، اثنيناتهم هدول ميد رينجرز من شركه ريلمي، يعني معناته معمولين رح يكونوا يعطوكم مميزات منيحه بس ما حيطلبوا مصاري كثير. تلعبوا العاب ما في اشكال، اثنيناتهم بيمشوا نفس الشيء رغم انه 120 هرتز. ما بدكم تنسوا انه لازم يكون الديفلوبرز تاعوا الالعاب ليمشون عليهم لهالتليفون، وانا لهلا ما اقدر اجيب شيء يمشي 120 هرتز عليه لهالتليفون. بس انا بيني وبينكم بعتقد انه 90 هرتز حيكون احسن شيء كمميزه بين النص لما بدكم تجيبوا احسن من ال 60 فريمز بير سكند اللي بنشوفها على التليفونات الثانيه. سو انا بقول لكم صراحه، اذا عم تفكروا تجيبوا التليفونات واحد من هالاثنين، مهمين اكثر شيء يكونوا الجيمنج. بالنسبه لي انا بعتقد انه البطاريه الكبيره، الشاشه اكبر، والموجود عندنا هون الموجود عليها الشاشه 120 هرتز للبرو حيكون احسن اختيار لكم. بس اذا بدكم تركزوا على الفوتوغرافي وبدكم تستمتعوا كثير بالكاميرا، بعتقد البرو بلس احسن شوي. وغير هيك ما بدنا ننسى انه رغم انه هو عنده بطاريه اصغر بشوي، بقدر اشارجها اسرع بال 60 واط شارجر اللي بيجي بقلب العلبه. شكرا جزيلا لكل الناس اللي شافوا هالفيديو، قولوا لي تحت شو رايكم فيه لهالتليفونين، اي واحد بيكون احسن شيء لكم. وشكرا جزيلا للشركه ريلمي انه على اعطوني التليفونات حدا اقدر اعطيكم خبرتي بعد استعمالهم. يلا بشوفكم.